أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما الحكمة في اختصار حلاقة المولود على الذكر دون الأنثى؟ وهل الإقامة مشروعة في إذن الوليد اليسرى أم لا؟ الحكمة في حلق رأس الذكر دون الأنثى أن المرأة والأنثى لا يجوز حلقها، لا، المرأة لا تحلق رأسها لا كبيرة ولا صغيرة، وإنما الحلق خاص بالرجال كبارا أو صغارا. والحلق إنما ورد في رأس الحسن والحسين وهما من الذكور، ولم يرد في حق النساء أنه يحلق رؤوسه أو أن أحد حلق رؤوس المولودات، ما ورد هذا. وأما الأذان في أذن الغلام اليمنى والإقامة في أذنه اليسرى، هذا ورد فيه حديث لكنه فيه مقال نظر، فإذا فعله الإنسان لا ينكر عليه، وإذا تركه فلا حرج عليه.